بعيدا عن كل شيء، ولكن الثلاث نقاط هامة جدا يا كابتن فتحي. أكيد يعني ثلاث نقاط يعني بتخليك أنت متصدر عن الثلاث الفرق اللي لسه معاك. لسه عندنا مالي، كاميرون عندنا كاميرون، عندنا غانا هيلعبوا لسه معاهم، هيلعبوا بعض الماتش اللي جاي. فإلى حد ما يعني حتى لو هم تعادلوا إذا أنت ممكن تتصدر بالثلاث نقاط دول، مهم جدا. لكن ما كناش نتوقع أداء يعني هنقول إيه أحسن من كده في السن ده. السن ده قريبين قوي اللعيبة من بعضها، وبالتالي ما تقدرش اللاعب ما يقدرش يديك كل اللي أنت تتخيله منه. يعني غير اللاعب لما يكون لاعب كبير، لاعب على مستوى، لاعب بكده هيكون في ثبات عنده في أدائه. وإحنا يعني نسأل لما كان بلال ولا كان أسامة كانوا صغيرين، في أوقات ممكن مستواه مدرب طالب منه حاجة عالية جدا، بتيجي في المباراة بتلاقي شكل تاني. المباراة لها شكل، الشكل ده اللي فرضه افتتاح البطولة، تأثير النفسي للمباراة السابقة، المنتخب الأول عمل إيه. لكن لازال المنتخب، احنا بنقول الجماعية هي أساس سر النجاح. الحمد لله أن ربنا كسبنا هذه المباراة، بالتالي لازم نفكر في اللي جاي، واللي جاي مش هيكون أسهل من اللي راح، هيكون أصعب. وبالتالي لابد أن احنا يكون في فكرنا وفي أدائنا وفي تركيزنا المباراة اللي جاية يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. إعداد الفرقة يا كابتن إسلام في هذا السن، السن المتقلب، السن اللي هو ما فيهوش الثبات، لأن مجموعة لعيبة من أندية مختلفة، الطموحات مختلفة، الفكر مختلف. فأكيد أول ماتش الضغوط عليهم عالية، مش ضغوط إيه، هم ما تحملوهاش لأنهم ما تحطوش في هذه الضغوط قبل كده. وأشك إن اللعيبة دي كلها لعبت قدام هذه الجماهير، باستثناء مثلا لعيبه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، الانديه الثانيه ما لعبوش قدام كم العدد من الجمهور ده، برضو كان له دور فيهم. لكن انا اتوقع ان لابد ان يكون في صوره احسن من في المباراه القادمه سواء في الهجوم او في الدفاع. تمام. قبل بس